ثمن سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة إصدار جلالة الملك المفدى مرسوما بانضمام البحرين للتحالف الدولي للطاقة الشمسية. قال ميرزا إن المرسوم يعكس الاهتمام البالغ لجلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة لجعل البحرين في مصاف الدول العالمية المتوجهة نحو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة. أضاف أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول لهذا التوجه، إيمانا من جلالته بأهمية التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وحرصا من جلالته على جعل البحرين مركزا متميزا في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمواكبة التسارع العالمي للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الاستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.